تقول لديها بنت مريضة، وقطعت على نفسها نذرا بقولها: إذا شفيت البنت فسوف أصوم 3 أيام من كل شهر، وشاء الله شفاء البنت. ولكن التي قطعت على نفسها النذر كانت مرة تصوم ومرة لا تصوم، واستمرت على هذا الحال وكبرت في السن وأصبحت غير قادرة على الصوم. ما الذي عليها الآن أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خيرا. لقد أخطأت في أنها تارة تصوم وتارة لا تصوم الأيام التي نذرت، لأنه يجب عليها الوفاء بالنذر، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال تعالى: يوفون بالنذر يخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى: وليوفوا نذورهم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في آخر الزمان وصف ذم لأنهم ينذرون ولا يوفون. على كل حال يجب الوفاء بالنذر سواء كان صياما أو صلاة أو أي نوع من أنواع الطاعات. فهذه المرأة قد أخطأت في تفريطها في النذر، تركت واجبا عليها، وأما الآن وقد عجزت عجزا نهائيا عن صيام النذر، الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كانت لا تقدر فإنه يسقط النذر عنها، أنه إنما يجب عليها الوفاء بالنذر مع القدرة والاستطاعة، ولكن عليها بالاستغفار والتوبة مما حصل في السابق، وإن تصدقت من باب الاحتياط والإحسان فإن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.